وقت تفينا متاع بورقيبة ما صار حد شيء في تونس. بن علي قتلها تفينا، هي تفينا أصلها تفينا، هو زادها تفينا أخرى، معناها أون ديريك الزعيم ما عمل حد شيء لتونس، ما فماش تفينا، ما ريناش تفينا، كانت في القناة التونسية عصافر تغني ووكها. فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله معك وليأخذوا حذرهم ولتأتي طائفة أخرى ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما سلامة كل الخائنين خصيم صلاة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم رجل عظيم كحو الله يرحمه انا عمو فقدنا ابونا فقدنا كل شيء هو اللي خلق تونس ولا عمل كونها وكل شيء احنا ولاده زعيم بورقيبه خدم وعنده فضل كبير على تونس وكون تونس من عدم اكبر زعيم في العالم تجم تقول فقدنا زعيم كان تفتخر به تونس ونفتخر به لحد الان بورقيبه زعيم ياسر من الناس اللي سجل تاريخ كبير في تونس هو اللي جهد في سبيل الوطن نتاعه وما خلاش العدو ياخذ الوطن نتاعه
rien. C'est les instructions. Thank you.
حيث أنا منشرح وفرحان ونشوف تونس مازال تطلع في أزمة شوية، بحيث نحب نبقيكم خير ونخلي مني تذكار تاع الكلمات هذه تاع واحد مؤمن بتونس وبنجاحها. ونعرف ان تونس بعدينا مشكون لها شأن، وتحيا تونس مستقلة أبدا.